هنروح بقى من المنتخب للاهلي، هنروح من كيروش لموسيماني. نبتدي بقى بايه فيما يتعلق بالاهلي؟ هل باستعدادات الاهلي لخوض بقى مجموعه من التحديات الفتره الجايه؟ احنا عندنا بدايه موسم الدوري، عندنا افريقيا، عندنا كاس مصر، حضرتك شايف الصوره ازاي؟ طبعا الموسم اللي فات انتهى بحلو ومر، كسبنا حاجات كتيره، ومنها طبعا اول حاجه البطوله اللي الناس كانت متعطشه ليها جدا، بطوله افريقيا مرتين في زمن قليل، هم التاسعه والعاشره. خسرنا الدوري والسوبر، لكن ده وارد في كره القدم في كل انديه العالم، وحتى احنا هنا في تاريخنا بيحصل لنا. فخلاص الموسم انتهى حلو، ويعني بالحاجات الكويسه والحاجات الوحشه انت بتستعد للموسم الجديد. اضفت صفقات مميزه للفرقه، وفي معارين رجعوا برضو، وفي معارين رجعوا يعني زي عمار واحمد عبد القادر، برضو اضافه جيده جدا. الاربعه اللي انت ضفتهم كريم وحسام حسن ومكسوني، مكسوني لعب اخر في ابتدى يمكن في مباراه الجيش كان متوتر شويه، في مباراه امبي كان افضل كتير، يعني ابتدت ملامح تبان لي في مباراه امبي اللي كسبناها. فالعناصر دي برضو إضافة مع المجموعة القديمة، فده كانت أول حاجة في الاستعداد. هتبتدي بقى تخش على مباراة إفريقيا في التصفيات، يعني البداية النيجر، النيجر نص أكتوبر يعني إن شاء الله. يعني طبعا يعني فرق الخبرات كبير جدا، لكن ده مش العامل الوحيد، لكن أتصور إن شاء الله النادي الأهلي هيقدر يعدي المرحلة ديت ويدخل بقى دوري المجموعات والمعمعة الكبيرة اللي بتكون فيه والمحافظة على اللقب. عندك كاس مصر، وصلت انت للدور الثمانية، برضو بطولة مهمة، ماتشين تقدر تاخد فيهم بطولة، طبعا هتبقى انجاز برضو للجاز والحاجة تفرح جماهير الاهلي. عندك الدوري العام بقى الاستعداد للموسم الجديد، الموسم الطويل، لانه حتى الان الاتحاد المصري احنا مش عارفين يعني هيعمل شكل الدوري ازاي، وان كان الاتجاه الاكبر خلاص انه هيبقى دوري زي ما هو طبيعي، 18 فرقه يلعبوا 34 اسبوع، يعني كل فرقه تلعب الثانيه. ده بدايه من اخر الشهر بيتهيألي، صح؟ تقريبا 25 اكتوبر حاجه زي كده. لانه كان في تصورات، كانت انا في تصوري يمكن في ناس مختلفه معايا في الراي، كانت تجيب الكره المصريه ورا جدا وهتضعف الدوري المصري جدا. كانوا بيفكروا ان يعملوا دوري من مجموعه واحده وبعدين مش عارف 10 فرق ينقسموا. والله غيروا الشكل الكلاسيكي للدوري. الكلام اللي بيتقال خلاص انه هيرجعوا للشكل الكلاسيكي، وقالوا مره مجموعتين، والكلام ده يعني عفى عليه الزمن بقى، يعني خلاص كده انت بتضعف المنتج بتاعك اللي هو الدوري العام اللي معروف ان هو والدوري السعودي افضل دوريين في الوطن العربي، وبالنسبه لنا احنا في افريقيا اقوى دوري الدوري المصري، وعايزين نطور فيه مش نرجعه لورا. هنقول بقى مجموعتين ودوري من دور واحد، اصل زحمه. وبعدين كل مره نرجع لنفس الكلمه يتقال موسم استثنائي، بقى لنا 20 25 30 سنه نقعد في نغمة الموسم ده بس اصل موسم استثنائي، الموسم ده بس اصل موسم استثنائي، اصل الموسم ده سنعديه اصل موسم استثنائي. فاتمنى ان شاء الله ان نستقر على انه يبقى مجموعه واحده، ودوري رايح جاي يعني تلعب ذهاب واياب، لان هو ده الدوري الطبيعي في العالم كله، وهو ده مسمى الدوري. هتعمل اي حاجه غير كده يبقى مش دوري. فان شاء الله نتمنى انه، فالاستعداد للدوري ده مهم جدا بالنسبه مستر موسيماني والجهاز، يعني لان احنا خسرين السنه دي، فكل دي حاجات مهمه. في طبعا لعيبه استبعدت من القايمه، وده طبيعي برضو، كل بدايه موسم ده بيحصل، بتضيف ناس بتستبعد ناس، ده طبيعي يعني عشناه كلنا. فان شاء الله نعمل موسم كويس باذن الله.